لأجل ما نكون حقانيين شوية هناخد نفسنا شوية ونرجع نشوف 10 تحديات في حياة الصيدلي. شغل عالي شغل عالي. زي ما اتفقنا الصيدلي طبعا شغلانته صعبة وعنده تحديات كتير. أول تحدي في حياة الصيدلي اللي بيشتغل في صيدلية هو 7 ساعات أو 8 ساعات العمل. مطلوب منك تبقى قاعد في مكان واحد لمدة 7 ساعات جنب كومة من الأدوية، متعرفش تعمل حاجة، مش لاقي حد تكلمه غير إنك تقعد القعدة دي. التحدي التاني، إحنا عندنا مشكلة في مجتمعنا وثقافتنا عموما اسمها ثقافة احترام الطابور. فلو ربنا كرمه كده والصيدلي بيشتغل في صيدلية عليها ضغط شوية، فهو عنده أزمة طول اليوم إنه يعلم الناس احترام الطابور، والحياة دي مش مسؤوليته خالص. التحدي الثالث للصيدلة الجداد، الصيدلي الجديد في أول يوم أو أول أسبوع أو شهر ليه في الصيدلة عنده مشكلة رهيبة، أولاً إنه يحفظ أسماء الأدوية، وثانياً إنه يعرف مكانها، وثالثاً إنه يعرف يطلعها لما يجيله امتحان مفاجئ اسمه الروشت. التحدي الرابع انه مطلوب منه احيانا انه يشخص حاله طفل مامته جايله بيه وهو سخن، بتقول له ابني عنده ايه ويديله دواء كمان. مطلوب منه يبقى عارف تقريبا كل حاجه. التحدي الخامس، ودي حاجه برضو احنا ما نعرفهاش عن الصيدلي، انه لو جاله مريض وحس من مظهره كده انه على قد حاله، هيعمل بصنعه لطافه حاجه لطيفه جدا ومعروفه، انه هيوصف له بدايل ارخص شويه. ده ساعات في صيادله بيقول له انه الدواء ده جاي لي هديه. ده تحدي وحاجه احنا بنحيي عليها صيادله كتير. التحدي السادس، انه يفهم الناس انه الادويه يا جماعه مش فستان ومش بنطلون، وما ينفعش نبدل الدواء 3 مرات لحد ما يعجبنا الدواء اللي احنا عاوزينه. التحدي السابع، لو المريض جاله معهوش روشته، والاصعب كمان لما يقول له العلبه بيضه، في كم دواء علبته بيضة؟ ولو قال له الحباية صفرة نعمل ايه؟ هو اصلا لسه بيحارب انه يحفظ اسماء الدواء. التحدي الثامن، لو اتطلب منه دواء وهو جدول، عارفين موضوع الادوية الجدول ده؟ في ادوية ممنوع الصيدلي يصرفها غير بروشتة طبية، ولازم ياخد صورة الروشتة، اقنع بقى الناس ان انا معرفش اصرفه غير بروشتة. التحدي التاسع، محتاج بقى يقنع المريض بحاجتين أصعب من بعض. أول حاجة يقنعه إن الدواء ده بيجيب نتيجة، لأنه هو هيرجع له في الغالب يقول له الدواء بايظ، معرفش بايظ إزاي، مش هو اللي مصنعه. والتحدي كمان إنه يقنع الناس اللي محتاجة تاخد حقنة إنه ياخد الحقنة، يعني صعبة جدا. التحدي العاشر، وأعتقد إنه في السنتين الأخرانيين شفنا إن الصيدلي ممكن يدخل له أحد عنده كورونا ويقعد يتكلم معاه شوية كتير كده من غير ما يقول له، فتحدي إنه يحافظ على نفسه، وإنه كل واحد بيدخل له الصيدلية احتمال كبير جدا يكون مصاب كورونا. فكل التحية للناس اللي بتتعب دي، وإحنا عارفين إنه في كل مهنة وفي كل وظيفة في تحديات حقيقية.